وعنه صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله عملا فيه مثقال حبة من خردل من ريع. وقال سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه: للمراء ثلاث علامات: يكسل إذا كان وحده، وينشط إذا كان في الناس، ويزيد في العمل إذا أثني عليه، وينقص إذا ذم. انتهى. ومن علامات المراء كما قال الإمام حجة الإسلام: أن يسر ويرتاح باطلاع الناس على عمله الذي لم يرائه به. ومن علامات المراء أيضا أن يحب من الناس أن يبشوا به، وأن يوقروه، وأن يسامحوه في البيع والشراء، وأن يوسعوا له في المكان. ومهما أدرك العبد من نفسه تفرقة بين أن يطلع على عبادته إنسان أو بهيمة، ففيه شعبة من الرياء. ولكن لا ينبغي للعبد أن يترك العمل خوفا من الرياء، فإن ذلك مراد الشيطان منه، بل يعمل ويستغفر ويعترف. قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: ترك العمل من أجل الناس رياء، والعمل من أجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. اللهم عافنا منهما، عافنا من أن نعمل لأجل الناس أو نترك العمل لأجل الناس، فلا نتحرك إلا لك، ولا نسكن إلا لك، ولا نعمل إلا لك، ولا نترك إلا لك، ولأجلك يا ربنا، ولا نقول إلا لك، ولا نسكت إلا لك، برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. فتلك مراتب رفيعة، من طلبها بصدق من الله لم يبخل أن يعطيه إياها. والطلب بصدق تجتمع بقواك الظاهرة والباطنة على السعي إلى ذلك، فتجد ما قال لك سبحانه وتعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزيد له في حرث. أنت تعمل قليل وهو يبارك لك فيه وينمي لك ويهبك الكثير، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا. فتجد الإحسان والحسن الرباني تنصبغ به مرآة قلبك وأحوالك وشؤونك، تسير حسن كلك، لأن الله زادك حسنا. نزد له في حرده، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا. نعم الإله الكريم الله. وخفايا في الرياء جاء في الأثر أنها أخفى من دبيب النمل، ومع ذلك فالعجب أخفى من الرياء. والله المخلص من الكل، والسعيد من اهتم بخلاص منها، خلاص نفسه منها. لأن محبة أن يقوم لك الناس، أو أن يوسعوا لك المجلس، أو أن يقدموك، أو أن يبشوا في وجهك، مرتبطة بمعنى أحيانا تكون من الرياء، إذا كنت تريد منهم ذلك لأجل عبادتك، أو لأجل طاعتك، أو لأجل تسبيحك، أو لأجل صلاح حالك، أو لأجل استقامتك في ظنك، وما إلى ذلك. عجيب أنت، صار استقامت لمن؟ وضعت من أجل من؟ صلحت الصالحات من أجل من؟ من أجل يوسعون لك، يبشون في وجهك، يبدونك بالسلام. لماذا؟ أما يكفيك هو تعمل لأجله، وما تكتفي بعلم الله سبحانه وتعالى. فنسأله ونتوجه لأن يخلص قلوبنا من إرادة غيره كائنا ما كان. يا الله يا الله يا الله. وقد علمنا صلى الله عليه وسلم دواء لدفع خواطر الرياء، تقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. فدائم تدعو ربك بهذا الدعاء، وإذا أحسست بخاطر الرياء تدعو بهذا الدعاء، ولا توقف الأعمال خوفا من الرياء، فذلك مقصود الشيطان منك. فما قصده من إدخال الرياء عليك إلا إفساد العمل، فإذا لم تعمل العمل من أصله كان ذلك أحسن له، ما عاد تعبه، ما عاد تكلفه يشتغل بإفساد عمله، قدك ما عملت أحسن، يجلس لك جالس. عطل الصالحات، فلا تعطل شيء من الصالحات خوفا من الرياء، لا تترك العمل، ولكن
ادخل فيها واستغفر واعترف وتوجه إلى الله واطلب أن يرزقك كمال الإخلاص. وكان بعض العباد في بني إسرائيل كان في العبادة مختليا في صوم على أحد، أخبر أن هناك شجرة قام جماعة من الناس يتخذونها معبود إلى ويجدون يسجدون لها ويطلبون الحاجات منها ويعتقدونها إلى والعياذ بالله تعالى. فغدر له أفضل من اشتغالي بالعبادة به هذا المنكر الشنيع في اعتقاد الألوهية في غير الله وقطع الشجرة. فخرج وتعرض له شيطان بصورة إنسانين تريد، قال أريد الشجرة هذه قطعها. قال لا تقطعها. قال كيف لا تقطعها؟ تعبد من دون الله ويضطرون بها ناس جهال ما يعرفون. قال له أنت كلفك تجي تقطعها؟ في الأرض أنبياء وفي الأرض ناس أولياء بيحيي الله يهم يجون يقطعونها ما دون تمر. قال لابد أن أقطعها، أنا الآن مسؤول لأن قريب منها وأنا اللي علمت بها والأنبياء قد بلغونا. فتعرض له فأخذوا قتلوا فوضعوا تحته، فإذا أبو دليل تحته صيروا جلس عليه بيفتك. قال اصبر الآن اطلقنا وبعرض عليك رأي. قال ما ترى بدل ما تقطع ذي الشجرة وترجع إلى محلك وأنت مسكين فقير ما تجد أكلك إلا من تصدق عليك ولا تقدر تصدق ولا تواصل أرحامك، وبعدين بيجون هؤلاء بيعبدون شجرة ثانية، انقطع الثانية بيعبدون شجرة ثالثة، ماشي فايدة من قطع الأشياء. ولو كان الله بغى انقطع بيجيب ما نبي من الأنبياء بيوحي له بيجيب يقطع. فأفضل من ذلك ترجع لعبادتك ويجيب له كل يوم دينار ذهب حطه لك عند الصومعة، خذه تمول ما تحتاج وتصدق وواصل الأرحام وواصل الناس المسلمين تحسن لك ثقل. كيف؟ قال هذا أفضل لك. الدنيا ملانة أشجار إذا قطع ذي بدون ثانية. قال صح. من بيجيبني؟ قال أنا ملتزم، أنا ملتزم أجي لك بالدينار كل يوم دينار ذهب وأنا أحطه عندك أول في كل يوم، أنا ضامن لك أنت ترجع. فكر هل أظن ستك تجيب دينار كل يوم؟ قال نعم. قال طيب رجع دينار شلو جيب حاجاته وتصدق، ثاني يوم دينار، ثالث يوم دينار، رابع يوم ما عادش فين هذا مجي هذا، خامس يوم ماشي، ها سادس يوم قال هذا اللي كذاب بس اللي شل الفاس وخرج ثاني مرة لقيه بالطريق. ها انت تريد؟ قال قطع الشجرة. قال ماشي قطع الشجرة. قال كيف انت تخلف وعدك تقول لي تجيب ثلاث ايام ما عاد جيت بشيء؟ قال ما عاد جيت بشيء ولا عاد بتقطع ولا شجرة الآن. قال الا بقطعها. قال ما تقدر تقطعها. قال اقدر. قال تعرض له واذا بالعابد صار صغير اللي تحته وقف وقال كيف هذا اليوم صلحت فيها كذا؟ أنا قبل أيام في الأسبوع هذا جيت وصغرت تحتي وقعد ضعيف أمامي واليوم. قال له بترجع بفكك أخبرك وإلا بقتلك هنا. قال له برجع. قال له أنا شيطان. قال أنا شيطان وقد أغويك أول مرة وصرفت أنك قصدك وخاطرك ونيتك، أول مرة خرجت خلص لربك وتضاءلت أنا أمامك ما قدرت للنورية التي معك، أما اليوم حملت الفاس غضب على الدينار ما عادش يوصل لك، ما تقدر عليه اليوم ولا تروح، رجع طريق قدامك ما معول رجع خايب محله. قال ما خلصت لما كنت مخلص
خرجت لله ومن أجل الله ضعف الشيطان قدامك، ولما خرجت غضب للدينار ما عاد يوزل، روح لك يا عبد الدينار. اللهم ارزقنا كمال الإخلاص لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. وجوب هذا حديث ابن خزيمة: إياكم وشرك السرائر. يقوم الرجل فيصلي